الحمد لله ثم الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أهلا وسهلا بكم في هذه الرحاب المباركة التي أراد الله تعالى في هذه الساعة الطيبة أن يبتعث أنوارها من جديد ويشرق أمسها البعيد في هذا اليوم المبارك السعيد، بأن حل علينا هؤلاء المباركون السادات العلماء الأفاضل الأماجد. نسأل الله تعالى أن يديم نفعهم على بلادنا عامة وعلى هذه الزاوية الإدريسية المباركة خاصة. يلتوع في قلبي هذه الساعة من المشاعر والعبرات ما يكاد يخلق عبارتي، واحتل أطيل عليكم أيها السادة الكرام سوف تنتظم هذه الكلمة المتواضعة الترحيبية فرحا بهذه الساعة من ساعات سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر مولده المبارك. هذه الأيام التي اختارها الله تعالى في الزمان لتكون ولادة النور الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. والكلمة الأولى أيها الأحباب الكرام هو هذا النشاط الذي أظلنا، أعني هذه المحاضرة، هذه المناسبة التي صارت بحمد الله تعالى موعدا سنويا يتجدد فيه اللقاء بعلم من أعلام هذه المدينة ومفخرة من مفاخرها العظيمة، أعني مولانا الإمام الجهمذ المحدث الفقيه سيدي محمد الفضيل بن فاطمي الشبيهي الإدريسي الحسني رضي الله تعالى عنه ورحمه، أعني ندوته المباركة ندوة سيدي محمد الفضيل الشبيهي في علوم القرآن والحديث، ونحن الآن في نسختها إن لم تخني الذاكرة. ومعنا الإخوة المشرفون على النشاط العلمي الجمعية فليصححوني إن أخطأت في مناسبتها الثامنة إن لم تكن التاسعة، والأيام العلمية التي كانت تحتضن هذا النشاط قد بلغت قبل شهرين نسختها 15. والحمد لله الذي أكرم الله تعالى هذه المدينة بأن اختار هذه الثلة المباركة الشريفة من حفدة هذا الإمام ومن البيت الإدريسي الشريفي المبارك بأن حملوا لواء القرآن الكريم وأسسوا هذه الجمعية، واختاروا لها من الشارات والعلامات ما يصل اليوم بالأمس ويجدد في الأمة أمر دينها. لما سموا جمعيتهم القرآنية بفجر المولى إدريس أكبر بالقرآن الكريم، فاختار إخوانكم رئيس الجمعية أبونا الشريف المبارك علي السلام الشريف شفاه الله تعالى وعافاه أن نجعل هذا اليوم في زمن المولد المبارك، وهذه من المناسبة التي كان يعتني بها علماؤنا رحمهم الله فيصلون الموضوع باليوم. وعلم المناسبات في ديننا علم شهير وفيه من الخطرات والمعاني ما يجدر أن يلتفت له المؤمن المتعرض لنسمات ونفحات الله في الزمان، ألا إن لله لنفحات ألا فتعرضوا له. والمناسبة الثانية التي أنوه إليها في هذه الكلمة الترحيبية المختصرة، واعذروني إن أطلت عليكم بارك الله فيكم، هو أن نجدد العهد معكم أيها الحضور الكريم. فالجمعية لم تولد عبثا ولم تختار أنشطتها هملا، وإنما أرادت في كل ما تخطوه وتفكر فيه وتحاوله أن تجدد العهد والوفاء بهؤلاء الأجداد والأعلام والعلماء بارك الله تعالى في
حاضرهم وغائبهم. ولذلك فهذه المناسبة لا يجدر بنا أن تمر دون أن نجدد معكم العهد على خدمة مشروع القرآن العظيم. هذا المشروع الذي قل حوله المجتمعون وكثر عنه المتفرقون، فجزاكم الله تعالى إن تحضرون وتدعمون وتساندون، فإن شاء الله كل ذلك فيه من الجهاد والدعم والمساندة ما كان أهل هذه البلدة متخلقين به لما حضر إليهم سيدنا ومولانا إدريس الأكبر رضي الله تعالى عنه. فكما نصر أجدادنا الأولون دعوته ونصروا شريعته وداروا له بالعهد وأمروا عليهم وجعلوه أمير المؤمنين ومحيي دولة الإسلام في هذه البلاد بلاد الغرب الإسلامي، يجدر بنا حفدة لهم أن نكون على أثرهم ونساعد ونساهم في ابتعاث دعوة القرآن الكريم الجديد التي لا زلنا والحمد لله نرى مصادقها وغيثها الهطال. والحمد لله قبل مدة يسيرة سعدنا بتدشين مؤسسة المولى إدريس الأكبر في التعليم العتيق في رمضان المنصرم، وصلينا والحمد لله صلاة التراويح، وإلى الآن الحمد لله تقام الصلوات الخمس والخطب خطب الجمع، وإن شاء الله سوف تنطلق بإذن الله تعالى هذه الصحوة المؤملة. ولكن أقول وأعيد بمن يختاره الله تعالى ويصطفيه لهذا العمل المبارك الأصيل، الأخوة الثالثة والأخيرة مع هؤلاء الأقمار الذين أتوسل إليهم أن يعذروا تجاسلي بين أيديهم والحديث أمامهم، إنما ذلك من باب قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فمن أنعم الله تعالى على هذه الجمعية أن جعل لها من الرؤوس المشاورة ومن الأئمة الناصحين الغيورين على هذا الأمر على دين الله تعالى وعلى كلامه وعلى شريعة نبيه، وكلهم والحمد لله على رأس والعين. أبدأ بمحل الأبي والشيخ سيدي محمد حمزة بن علي المنتصر الثاني، بارك الله تعالى في أنفاسه وخطواته وزادنا في مدده وعطائه، نسأل الله تعالى أن يؤدي عنا شكره، فلا زال والحمد لله تعالى وفيا لهذه الجمعية التي طالما استنصحته واسترشدته فكان نعم الأب ونعم الناصح ونعم المجاهد ونعم الداعم، شأنه شأن أكابر أسرته الشريفة الكتانية المباركة الغنية عن التعليم. وبأي لسان بالله عليكم أقدم هذا القاصر العاجز الواقف أمامكم هذا الفاضل الكريم، فنسأل الله تعالى أن يرفع شأنه ويبارك في قدره ويجزيه عنا خير الجزاء، فضيلته غني عن التعريف. لعل الترجمة التي تفي بقدره دونها المكتبات العديدة، فنسأل الله تعالى أن يحفظه ويبارك فيه. يحضر معنا كذلك فضيلة الأستاذ الدكتور المسلم أستاذ التعليم العالي سيد عبد الواحد الحسيني، بارك الله تعالى خطواته. ولا يجدر على كل حال أن يشكر الإنسان نفسه، فالجمعية تقدم هذه الثلة المباركة من أهل العلم، فإنها والحمد لله تفرح بأن جعل الله تعالى على شأنها هؤلاء المباركين، جزاهم الله خيرا من العلماء والحكماء بارك الله فيهم. أستاذنا الدكتور سيد عبد الواحد الحسيني من العلماء المباركين من الناصحين الذين يقودون دعوة الإسلام في هذه المدينة في بلدنا الحبيب، وخصوصا النشاط العلمي والأكاديمي بالجامعات المغربية. ثم أعرف أستاذي وحبيبنا الكريم أستاذنا الدكتور عبد الواحد الوزاني الشريف المبارك، يحل علينا ضيفا في هذا الموعد المبارك، فنسأل الله تعالى أن ينفع بكم جميعا وأن يكلل كلماتكم بالقبول والنفع بإذن الله تعالى. كنت قد حضرت تقديمة علمية لهذه المحاضرة النفيسة
وهذا الموعد المبارك، لكني لا أجد فيها فائدة أعظم مما سوف نستمع إليه من ساداتنا العلماء بارك الله تعالى فيهم. أجدد الترحاب بكم وأحمد الله تعالى لوالدي الشريف وقد وصل بحمد الله. فعلى بركة الله أعطي الكلمة إلى أستاذنا الدكتور سيدي حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني بارك الله تعالى فيه، فإليه الكلمة فليتفضل سيادته مشكورا مأجورا. الحمد لله. أسعد بالحضور بين يديكم أن تجير جار هذا القطب الكبير، قطب الأفضال في هذه البلاد ورأس آل البيت وناشر الإسلام ومؤسس الدولة المغربية مولانا إدريس أكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بمحبته، وأن أكون بين هذه الثلة الطيبة الذين هم أبناؤه وجيرانه وخدامه والحبور، هذا شرف كبير وعطاء يحتاج إلى أعمال أوقات من أجل تأدية بعض حقه، وكذلك المستضافة من هذه الجمعية المباركة جمعية فجر مولانا إدريس أكبر. هذه الجمعية التي آلت على نفسها نشر القرآن ونشر العلم ونشر الفضيلة في هذا الحرم الطاهر، فإنه لمدعاة اعتزاز ومدعاة سعادة لي. فأنا أشكر جمعية فجر مولانا إدريس التي أتاحت لي هذه الفرصة الطيبة ممثلة بالشريف مولاي عبد السلام الشبيه حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه، وسائر إدارة هذه المؤسسة العريقة التي تقوم بفرض الكفاية في هذه البلدة، وأخص منهم أخايا الدرة المضيئة والزبرهدة الجميلة سيدي أيوب الفرج حفظه الله تعالى على كلماته الطيبة الراقية التي تنم على صفاء قلب وطهارة بحث، فجزاه الله تعالى خير الجزاء وجزاكم عنا خير الجزاء. في هذا اليوم الكريم ما زلنا نتقلب في ربوع وفي بركات هذا الإمام الكبير الذي هو العلامة سيدي محمد الضير الشبيهي الإدريسي الحسني رضي الله تعالى عنه، أحد كبار أعلام هذه المدينة الطيبة، والذي كان له فضل كبير في أن يلقي بإشعاعها العلمي في مشارق الأرض ومغاربها. والباحثون اليوم إذا ذكرت لهم زغون يسألونك عن مولاي الفضيل الشبيه وعن كتابه الفجر الساطع في شرح صحيح الجامع الذي وصفه عمنا الشيخ سيدي عبد الحي الثاني رحمه الله تعالى بأنه أفضل ما كتبه المتأخرون على صحيح البخاري بحثا وفقها محررا. ومثل الشيخ عبد الحي الثاني من يحكم فهو دهقان العلم وجساس الكتب والعارف بما حوته بما حواه التراث الإسلامي من درر ومن أسرار ومن فرائد، فأن
يصف هذا الكتاب وصاحبه بأنه محدث الفقهاء وفقيه المحدثين، هذه شهادة عظيمة. والإمام ليفضل الشبيه رحمه الله تعالى كان شيخا لجد جدي الإمام سيدي محمد بن جعفر الكتاني، ولجد جدي من الوالدة الإمام أبي الفيض سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني، وشقيقه الحافظ الشيخ سيدي عبد الحي الكتاني، ووالديهما، وكان صديقا لوالديهما العلامة جبر السنة والدين مولاي الكبير الكتاني، وتلميذا لجدنا الخامس أبي المواهب شيخ الإسلام سيدي جعفر بن إدريس الكتاني. فهذه لحمة وعلاقة ممتزجة امتزاج الروح بالجسد بهذه الأسرة الشريفة العريقة التي هي من أسرة الأشراف الجوطيين الذين ذكر ابن السكاك بأنهم أصلح الأشراف نسبا، وكانت نقابة الأشراف لا تخرج منهم، لأن الأشراف الشبيهيون والأشراف العمرانيون والأشراف الغالبيون والأشراف الطالبيون والأشراف الطالبيون هؤلاء كلهم أشراف جوطيون، وهم أحفاد مولانا القاسمي ابن مولانا إدريس الأزهر ابن مولانا إدريس الأكبر رضي الله عنهم جميعا ونفعنا بمحبتهم. وكانت هذه المدينة وستزال بإذنه تعالى وستبقى بإذنه تعالى منار علم يهبو إليها المحبون، ويجتمع فيها العلماء من أصقاع الأرض. وكان من ضمن العلماء الكبار المشاهير الذين سكنوا في هذه المدينة برهة من الزمان ودرسوا فيها تحت هذه القبة الطاهرة وفي هذا المسجد العامر محدث الشرق والغرب الإمام المسلم الشيخ علي بن ظاهر الوتري المدني. هذا الرجل كان من العلماء الكبار وخاصة تلامذة محدث عصره الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي المدني، وقد زار المغرب نحو 3 مرات، في كل مرة كان يأتي ويمكث مدة في هذه المدينة المكرمة، ويفتتح دروس البخاري ودروس الشفاء ودروس الشمائل ويسرد الكتب الستة وغير ذلك. وجل أهل المغرب الذين كانوا يأتون إلى هذه الزاوية المطهرة في نهاية القرن 13 وبداية 14 إلا وأخذوا عنه. فقد زار المغرب سنة 1296 وسنة 1318 وسنة 3 لا أحضرها الآن، وبقي مدة في زيارته الأولى بقي نحو العام، وكان ممن أخذ عنه العلامة محدث هذه البلدة الطيبة مولاي الفضيل الشبيه رضي الله عنه، وقد لازم دروسه هو وأخوه وصديقه الشيخ أبو المكارم سيدي عبد الكبير الكتاني، ورحلوا وسافروا مع سيدي علي بن ظاهر الوتري. ولما ألف سيدي الفضيل الشبيه هذا الكتاب أراد فيه أمرا حقيقة وجدته عند عالمين من أعلام هذه المدينة وعند تلميذ من تلامذة مولاي الفضيل، وهو أراد أن يشرح صحيح البخاري وأن يذكر فيه ما لم يذكره غيره، بمعنى أن يأتي بالجديد في هذا الكتاب. فجاء بطريقة معينة من السهل الممتنع تدل على تدقيق وعلى تركيز وعلى دراية بالأمور العلمية، بحيث تجده يذكر أحاديث الباب ثم يأتي بمقدمة بسيطة ولكن جامعة حول الباب، ثم يتحدث عن مفردات الأحاديث المذكورة سواء عن الرواة، وهو لا يطيل بتراجمهم لأن فتح الباري قام بذلك،
كما يقال لا هجرة بعد الفتح، ولكنه كان يأتي بنكات علمية أو بأمور فيها استدراكات هي من السهل الممتنع، بمعنى أن من قرأه يمر عليه، ولكن من استطعمه يستغرب لشدة تحرير هذا العالم ومعرفته بشروح هذا الكتاب واستحضاره لدرر الفوائد والمباحث، بما جعله عمدة لمن يكتب في هذه المباحث ممن جاء بعده. وهو لا يعتني كثيرا بالاستدراكات والاستطرادات، ولكنه يشير إلى بعض ذلك كما سنتحدث عنه إن شاء الله. ولا أريد أن أطيل، فقط أريد أن أعرف كم المدة التي يسمح لي بالكلام فيها. فالحاصل من الأبواب التي اعتنى بها الإمام مولاي الفضيل الشبيلي حتى لا نسرد، أن المحاضرة الأولى التي كانت منذ نحو 5 سنوات كانت كلها عن مولاي الفضيل الشبيلي، كانت في ساعتين ونصف، فاستوفينا منك جدا وإن كانت لم تسجل، فنعودها إن شاء الله. فمن المباحث الجميلة في هذا الكتاب هو مبحث صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المبحث شرح فيه المؤلف رحمه الله تعالى 3 أبواب. الباب الأول جامع في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والباب الثاني في أنه صلى الله عليه وسلم التزم المؤلف رحمه الله تعالى منهجيته. دخولا تقنيا قد يكون الفائدة منه قليلة، ولكن أحب التنبيه على أن المغاربة اهتموا كثيرا بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنوا بصفته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما قال العلماء، لا يوجد شخص اعتنى الناس أو متبوع اعتنى الناس بذكر أخباره وصفته وكلامه وعاداته وتحركاته وسكناته وغزواته ورحلاته وسراياه وكل شيء يتعلق بحياته مثل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. حتى أن الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ذكر في كتاب التوبيخ لمن ذم التاريخ بأنه لو جمعت أسماء من كتبوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لبلغت أكثر من 20 مجلدا. الشيء عرفنا أن الإمام السخاوي توفي نهاية القرن 9 الهجري، فما بالك بمن كتب بعد الإمام السخاوي رحمه الله تعالى إلى هذا الوقت. وقد اعتنى العلماء منذ ابتدأ التصنيف في الحديث، لأن العلماء يقولون بأن التصنيف بدأ في الحديث في القرن 2 الهجري، وبالضبط بعد أن دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، بعد أن دعا إلى جمع السنة النبوية خشية أن تضيع. فكما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من جمع المصحف، كذلك كان عمر بن عبد العزيز أول من جمع السنة النبوية، ولكن بين قوسين لكليهما. بين قوسين لأن القرآن الكريم كان مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والسنة النبوية كانت مدونة قبل عمر بن عبد العزيز. والذي جمع العلماء رحمه الله تعالى فيه بين الأقوال هو أن التصنيف ابتدأ بعد عمر بن عبد العزيز، أما التدوين فكان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على آله. وهذا فيه حل إشكال كبير للمستشرقين الذين يطعنون في الإسلام. دابا تلقاو في الواتساب تيجي يقول لك سيدي البخاري جمع 300 عام أو 200 عام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفاش جمع الأحاديث ديالو؟ كيفاش جمع الأخبار ديالو؟ كيفاش كذا؟ هذا كلام في مصادرة. لماذا؟ لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان استأذنه بعض الصحابة في كتابة ما يتلفظ به صلى الله عليه وسلم، فأقر بعضا وأنكر على بعض، نهى بعضا قال حتى لا يختلط الوحي بكلامه، وأقر بعضا ومنهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فأقره أن يكتب، قال قال أكتب يا عبد الله فإنه لا يخرج من هذا، وأشار إلى فمه الشريف إلا حق. فكتب رضي الله عنه صحيفته
الصحيفة الصادقة، وكذلك ممن دون وجمع الأحاديث في عهد النبوة سيدنا أبو هريرة. تقول لك سيدي علاش أكثر أبو هريرة؟ أبو هريرة كان يكتب ويدون، وكان الرواة إذا رووا إنما يتقصدون الرواية عمن يكتب حتى تكون الرواية مضبوطة، ولذلك جل المكثرين من الرواة هم الذين كتبوا. يقول لك سيدي علاش الإمام مالك روى عن محمد بن شهاب الزهري تقريبا 140 حديث موطأ، ولم يروي عن جعفر الصادق إلا 8 أحاديث؟ لأن سيدنا محمد بن شهاب الزهري كان أول من صنف في الحديث، جزء ما صنف يعني رتب على الأبواب أو رتب على المسانيد، هذا هو التصنيف. أما التدوين فكان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت التصنيف لأدخل إلى هذا الموضوع الذي نحن فيه، أن جميع من صنف في الحديث خصا فصلا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفته. ولذلك فإن معرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة شمائله صلى الله عليه وسلم هي جزء من الدين، وقد اعتنى بذلك الإمام مالك في الموطأ الذي قيل هو أول الصحيح، واعتنى بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، واعتنى بذلك الإمام مسلم بن الحجاج النسابوري، وهكذا أصحاب الكتب الستة. وجاء الإمام الترمذي صاحب السنن وقال بدلا من أن نجعل شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فصلا في كتاب تراعي شرط الكتاب ولا تستوفي الأحاديث، فلنفرد كتابا في الشمائل، فألف كتابه الشمائل المحمدية صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا كتاب الشمائل هو أول كتاب جمع ما ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخصيص، بمعنى أنه خصص لهذا المعنى، فتحدث عن صفة الوجه الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن صفة جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم عن صفة لباسه صلى الله عليه وسلم، ثم عن صفاته الفعلية من ضحكه ومن بكائه ومن انفعالاته عليه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا إلى أن ختم بوفاته صلى الله عليه وسلم وذكر حديث الرؤيا، من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. وكتاب الشمائل هذا اعتنى به العلماء من قديم الزمان شرحا وتصنيفا ومضاهاة، وممن حاول أن يضاهيه الإمام محمد بن قاسم التميمي من علماء القرن الرابع الهجري، ألف كتاب تلقيح العقول في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم لآله، وهذا كتاب طبعته الرابطة المحمدية، كان لم يطبع من قبل وهو في مجلدين، وهو كتاب قيم حققه أحد الإخوة اسمه طبري، نسيت الاسم الأول، ولكن وحققه واشتغل عليه شغلا كبيرا. وهكذا ثم تخصص الناس في أبواب شمائل النبوية، فألفوا في دلائل النبوة لوحدها، ومن أوائل من كتب في دلائل النبوة الإمام البيهقي رحمه الله تعالى الذي هو من تلامذة التميمي، فألف دلائل النبوة وحاول أن يستوعبها، وكذلك كتبوا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأوسع من كتب في ذلك الإمام السيوطي عنده الخصائص الكبرى والخصائص الصغرى. أنا لم أخرج عن موضوع الكتاب، لأن الإمام لا يخدش به، عندما كان يكتب هذا الشخص استحضر كل هذه الأمور، والمغاربة لهم عناية كبيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كتبوا في شمائله كلهم رام الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض، قضى عياض يعني قالوا لولا عياض لما عرف المغرب، وإن كان في مبالغة ولكن يستحقوا بذلك المبالغة. فالكتاب شفاء قضيعة، وكذلك ما ألفه سيدي عبد الجليل القصري، وما ألفه القاضي أبو بكر بن عربي، وما ألفه من جاء بعدهم وبعدهم إلى القرن الأخير، كلهم اهتموا بهذه الأمور وهذه المسائل. ويكفي أن أذكر مسألة وأظن أن هذا الكتاب هو أصل فيها، وهي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. أسهب المؤلف شيئا ما في مسألة شيء من النبي صلى الله عليه وسلم عند تفسيره في الحديث حديث أبي جحيفة
أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان قد شمط، فقال شمط أو شمط بمعنى أنه تخلل سواد شعره الشيب، وقال بأن ذلك الشيب إنما كان في العنفقة التي هي الشعر تحت الشارب. ثم جاء بروايات أنه كانت له نحو 20 شعرة في صدغي الشريفين، ثم ذكر أحاديث أنها كانت في لبته الشريفة، ثم تحدث عن خضابه صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث الخضاب هي أصل في أحاديث الشيب، وجاء بهذا مقتضبا. ولكن أخ الشيخ مولاي الشبيهي وصديقه اللي هو مولاي الكبير الكتاني ألف كتابا مفردا في هذه المسألة، سماه التوفيق من الرب القريب المجيب في عد شيبي وفي خضاب الحبيب. هذا كله في 300 صفحة هذا الكتاب، وفي الطباعة إن شاء الله قريبا يخرج بإذن تعالى. ولكن أنا أرى أنه كتاب مولاي الفضيل هو أصل لهذا الكتاب، أو أنه كانت مذاكرة على لا أريد أن أطيل. مولاي الفضيل حقيقة الإمام البخاري دخل دخولا جميلا في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، جميل جدا، لأنه ابتدأه بحديث سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنه حمل مولانا الحسن على كتفيه وقال: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. ثم ذكر الحديث وأن سيدنا علي كان وراءه وهو يضحك. ثم ذكر الحديث: يل أبو جحيفة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. ثم ذكر رواية أخرى: رأيت النبي صلى يعني أبو جحيفة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة: صفه لي. قال: كان أبيض قد شمط، وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قلوصا. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. وهكذا بعد خف أحاديث شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوفوا هذا الجمال كيف أنه دخل عن طريق حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه: إن ابني هذا كسيد عسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ونحن في هذا المجلس مولانا إدريس ومولانا إدريس ومولانا عبد الله الكامل لمولانا الحسن المثنى لمولانا حسن الصبت الذين تحرر يعني إخبار مسيره رضي الله عنهم جميعا وسلام الله عليه. ومن الجمال في عند المصنف مولاي الفضيل رحمه الله تعالى أنه لما ابتدأ شرحه قال: أي بيان الصفة الظاهرة والباطنة الشاملة للخلق والخلق. ثم جاء بمسألة عقدية قبل أن يدخل في الكتاب، وهي أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم على آله هي جزء من عقيدة المسلمين، وأنه لا يجوز الحديث فيها بالتشهي أو بالضلة، وأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة لا يجوز تغييرها. قال: فمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قصيرا فإنه يقام لا فإنه لا يستتاب ويقام عليه حد الفرية، أو من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كان مثلا أسود البشرة أو غير ذلك. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى ولذلك لما دخل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وقال: الراوي كان أسمرا، في بعض الطرق كان أبيض مشربا بحمرة، وفي بعض الطرق كان أسمرا، وفي بعض الروايات لم يكن بالأبيض الأبهق ولا بالأحمر الأسود. لم يكن بالأبيض الأبهق، يعني الشديد البياض. الشديد البياض هو هاد بياض اللي تكون بحال واحد ميت، اللي تكون ما فيهش الحيوية. فبدأ يجمع
بين الأقوال كيف أن البعض رواه بالأبيض أو أنه ليس بالأبيض مطلق، أو أنه الأبيض المشرب بحمرة، أو أنه الأسمر، والأسمر المعروف هو خلاف الأبيض. فجاء بقول أن السمار عند العرب هو البياض المشرب بحمرة، وليس هو السواد، إنما السواد يقال له الأديب نسبة إلى آدم، لأن سيدنا آدم أبونا كان أسمر، أسمر البشرة. فسيدنا موسى عليه السلام كان أسمر كأنه من عربي شنوءة، اللي تقول اللون ينحبش، الحروف راها عربية ولكن اللون راه أسمر بزاف. وهكذا فدخل في التفصيل يعني واحد اللطائف ديال تمييز الأمور المتقاربة ليخلص بذلك إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كأنك تراه. وفي هذه الأحاديث صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن صفطا ولم يكن أجعد قططا، لم يكن صفطا يعني بحال الشعر ديال الشينوا، ولا كان قططا بحال الشعر ديال الزنوج مطول يقولوا له كذبا الشامية. وكذلك وصف عيني النبي صلى الله عليه وسلم أدعجين، ووصف الدعج وهو شدة سواد العين مع شدة بياضها، وأنه كانت هناك عروق حمراء في عين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ووصف أقنى الأنف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان أنفه أقنى وهو المرتفع وفيه شيء من الانهدام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خال في حلقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم وعلى آله كان مستوي الصدر والبطن، وأنه لم يكن عظيم البطن ولم يكن هزيلا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كان ضخم الكراديس يعني بأن العظام قوية. وكل شيء من ذلك يذكر إلا من مثلا كان كبير الفم دليل على فصاحته صلى الله عليه وسلم، كان عظيم الكف دليل على كرمه وسخائه صلى الله عليه وسلم، كان عظيم الكراديس بمعنى المفاصل قوية دليل على قوته صلى الله عليه وسلم، كان يمشي ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم على آله، وقال فكان ربعة ولكنه في نفس الوقت كان إذا ماشى الطوال يظهر أنه أطول منه صلى الله عليه وسلم على آله. ثم تحدث عن أحاديث واعتبرها لم يبعث صفاته واعتبر أنها لم يرد فيها شيء، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كانت قدمه تؤثر في الصخر ولا تؤثر في التراب. ونقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن ذلك لم يرد فيه حديث. ثم نقل نفس النقل عن السيوطي، والسيوطي معروف أنه خزانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذر أن يقول في أمر لم أرى فيه شيئا أو لم أرى فيه حديثا ويقول فيه حديث. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يستوعب المصنف رحمه الله أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر منها ما وجده على شرطه، وقد ذكر الترمذي في الشمائل منها. احنا نرجع الأول مش عارفه تدير الحشو هو رجع الشمائل. وقد ذكر الترمذي في الشمائل منها جملة وافرة كثير من المؤلفين، ومحصل ما ذكروه مع اختصار لبعضها، ثم لخص جميع الشمائل التي ذكرها الإمام الترمذي ولم تذكر في صحيح البخاري. ومعروف أن أحاديث الشمائل جلها وكلها أحاديث صحيحة. أكتفي بهذا ولا أقل من ضباط العلماء الأفاضل جزاهم الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يصلي على سيدنا محمد في الأولين، ويصلي عليه في الآخرين، ويصلي عليه في ورثة جنة النعيم، ويجعلنا ممن يستحضره آناء الليل وأطراف النهار بمنه تعالى وكرمه. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفر عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا سيدنا أستاذ الكريم على هذا الخلق وعلى حملنا هذا الحمل المبارك ووقفنا على عزمة هذا الكتاب الأولى، وما أجملها من مقدمة مقدمة بين يدي هذا الكتاب. فموضوع هذا الاجتماع المبارك إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإيامه ومشاهده
الصحيح الجمع. ولكن أستاذنا الكريم كما هي عادته وعمله الجاهد المبارك دائما بجديد العلم ومسائل الجدة فيه بارك الله فيه، فذكر بعض مناقب هذا الكتاب ومميزاته، وفعلا بعض مصادق ما ذكره الإمام المحدث سيد عبد الحي الكتاب لما ذكر أنه رأس ما كتب المالكية على الصحيح الجامع. ومن ذلك سيدي خبر أزف السادة الحاضرين ولا أظن يخفى عن شريف علمكم، فقد عثر أخيرا الحمد لله على نسخة تامة من أحد دواوين هذا الإمام العلام سيد محمد الفضيل في السيرة النبوية، وهو الآن يجري تحقيقه بطرف أحد أساتذتي وعلماء مدينة مكناس الدكتور سيد أحمد الفلوسي بارك الله فيه، فبالتنسيق مع بعض المعتنين في بعض الخزائن